هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوك يا اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان فين النضاره بتاعتي هنا؟ دور عليها. النضاره الاستنيه الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخي. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف. معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي. اهدى بس اهدى، عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. مال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق، خير وبركة، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش أول مرة ترفض. يا سلام. أبجد؟ رد 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 رد. حاضر. رد بسرعة. رد رد. ألو يا عزوز. رابط ما بالرابط. أنا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره بره بره. انت مؤدي صوتك بره فظيع. ليه كده ليه كده ليه؟ انت هتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف. دماغك ايه يا بابا؟ بتضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوري. خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده ايامك سودا. يا اختي قبيله خالص. يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في ناهد اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. ناهد بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النضارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس. ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره؟ ياما ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه.
عشان الاخضر اذا رخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضري مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفكي كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه يا اما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب يا اما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. قادر يا كريم يا رب. تتكلم يا واد. تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجة؟ في امانة عندكو وجايين ناخدها. امانة ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجة. امانة ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعة؟ عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ميدو؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر. كل سنه وبنت حضرتك طيبه يا فندم. طول الشيخ يا استاذ. اقدم لك نفسي طلعت عبد الله اكبر مشرفي مع الكترونيات والكلاسيك مع رمزي يعني. طب ثانيه واحده. واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت مع اني عرفتك بنفسي. انت عايز مني ايه يا رمزي؟ رمزي ايوه بابا. رموز اكلم بابا بسرعه. اقدم لك الاستاذ طلعت. طب يا سيدي اعمل ايه يعني؟ تشربنا. هو شغاله اي حاجه؟ رئيس مجلس الاداره، مدير الشركه، نائب مدير الشركه. ما انت ابن الشركه احسن. ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ وتعلمها بكره مستحبها كده بشكل. مبروك مبروك. في ايه؟ طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص. يسمع من بقك ربنا. شكرا يا مرموزه. انه عبيط ده ولا ايه؟ انا مش عارف ازاي انت تفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي ما حدش واخد باله. مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي؟ انا راح تعمل ايه مع القطه ده؟ فنجانك انهي فيهم ده؟
دي القعدة اللي انتوا جايين تقعدوها؟ ان بعض الظن اسمها هاي استاذ بوي فريند. ايه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هدى قومي نور روسيك من كلام الفاضي ده عشان خاطري سيبنا شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه؟ يعني تكون حاجه كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده. كملي. في تعبان في حياتك من اسمك على طول. مش قلتلك؟ اهو. لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو هو واقل. اه عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقولك ايه ما يغركش الشياكه اللي انا فيها. انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى على الله. الهديه؟ لا الهديه مش كده معقول. لا 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 لا.